السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة يا جماعة دور البلوجر للربح من الانترنت. أول حاجة لازم نعملها في بداية الدورة إن احنا نعمل جيميل مخصص للشغل كله، للدورة كلها جيميل كده برقم التليفون بتاعنا نبدأ نعمله. موضوع سهل، ما نعمل جيميل نسجل عليه، هنستخدم جوجل كروم في طول فترة الدورة بتاعتنا هو اللي نستخدمه، فلازم نسجل الجيميل هنا. اكد ان الجيميل متسجل هنا، هو حتى لو مش مسجله هيطلبه منك مع الخطوه اللي احنا هنعملها دي. اول حاجه هنخش نكتب بلوجر، يحمل معانا. من بس الحساب لسه جديد. طبعا ده اسم فيك يا جماعه. اول حاجه الاسم ده خلي بالك مش اسم الموقع ولا حاجه، ده اسم ليك انت، يعني ممكن ده اسم الكاتب او الناشر. مثلا نكتب محمد، طبعا يا جماعة ده الشكل الجديد لبلوجر، هو شكله خنيق شوية بس هنتعمل عليه برضو. ده يكون اسم المدونة، ده عنوان المدونة. مثلا هنسميها برضو محمد للتجربة كده. طبعا الاسم ده لازم تختاره كويس جدا وبعناية، لان ده يكون اسم موقعك على طول. اي نعم ممكن يتغير لكن مش محبب تغييره، لازم الناس تثق فيك وتحفظ الاسم، والاسم دوت لازم يكون مرتبط مع الدومين اللي هنشوفه مع بعض في الحلقات الجاية. طبعا ده الدومين اللي بنقول عليه، بس ده بيديك دومين مجاني اللي هو بلوج سبوت، فانت بتختار دومين هنا تكون انت متحدده. طبعا مش هيقبل كده لما نحط كام رقم بس كده متاح. بس كده الموقع اتعمل، كده المدونة بتاعتنا اتعملت. طبعا اول اعدادات لازم تعملها ان انت تخش على الاعدادات. ممكن نرجع للواجهة القديمة عشان الناس ما تتلخبطش معانا. دي واجهة بلوجر القديمة. هنا بيكون الوصف. ايه الوصف ده؟ الوصف دوت بيعكس هدف المدونة بتاعتك. يعني مثلا انت بمدونتك بتبتدي تتكلم عن التقنية، تكتب وصف عن التقنية للربح من الانترنت وهكذا. مثلا مدونتك بتتكلم عن الرياضة، تكتب كل تفاصيل عن الرياضة وهكذا. بقى اي مجال لازم تكتب الوصف بتاعه هنا، تمام؟ والوصف ده لازم تفعله لان ده بيفتح معاك الوصف بعد كده في المشاركة، هنشوفها برضو مع الحلقات الجاية مع بعض. وبعد كده برضو في وصف البحث. طبعا الوصف دوت لازم برضو يتكتب نفس الحكاية، تحط كلمات مفتاحية طبعا ده بعدد معين 150 حرف. وهنا الملف روبوتكس وعلامات رؤوس مخصصة، كل دي هنشوفها مع بعض برضو في الحلقات الجاية. احنا كده النهاردة عملنا الموقع، وفي الحلقات الجاية هنشوف الحاجات التانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.